مباركين مدام. يبارك فيكي. شكرا يا حبيبتي. أهلا وسهلا. سلام. ها كيف الحلو؟ حلي عني منال، يعني جاية لهون وكأنه مانك عاملة شي بنوب. تذكري لسه من يومين مبهدلتيني ومقلعتيني وما خليتي شي حضرتك وما قلتي لي يا خاينة وغيورة وما بعرف شو كمان. ميسا انتي ما بتعرفي قديش انا تعبانة بهالكم يوم. انتي رفيقتي الوحيدة، شو بيصير اذا تحملتيني شوي؟ انا عم تحكي معي هالشي منال؟ ولك شو مشكلتك؟ اه سعيد لما تركك لحالك مين اللي كان جنبك؟ احكي ولا نسيتي؟ ولما كنتي بالمستشفى مين اللي ضلت جنبك كل الوقت غيري؟ ولما قالك انه هالولد مو ابني كمان مين وقف جنبك؟ ولك كل مشكلة وقعتي فيها انا اللي كنت جنبك فيها مو هيك؟ انا حامل فهميني، يعني فجأة بعصب وما بعرف شو بصير لي، كل شي مو واعي عم اعمله. لا تكوني قاسية ميسا، لك انا مالي غيرك خلاص. لك منال لا تعملي هالحركات علي ماشي؟ شوفي شو جبت لك. شو شايفتيني قدامك ولد صغير يا؟ اسمعي هالخبر اللي عندي. سعيد اجا وخبرته وخليته يشوف تحليل الدي ان اي بعينه، وهلا ما في عنده اي حل غير انه يتزوجني ويرضى بالامر الواقع.